التغيير، الإعداد والتطوير من أين يمكن أن نبدأ؟ هل من تهيئة البيئة الدراسية بتغيير المناهج، بإعداد الكوادر الفاعلة من المعلمين والمعلمات؟ نحن نقول دائما في إدارة الموارد البشرية إن بناء الإنسان أصعب وأطول من بناء البنيان. بناء البنيان سهل، يعني تقدر تبني كوبري في خلال سنة، لكن باش تطلع لي أنت طبيب أو معلم أو مهندس فأنت تحتاج إلى ربما 15 إلى 20 سنة من الابتدائي. لو تحسب له تلقاه درس في حياته حوالي 20 سنة، وإذا وصل الماستر والبيتش دي هتاهي فتلقاه وصل حتى 30 سنة طبعا. فبناء الإنسان هو إحنا اللي نبدو به الآن. خلونا نبدو بإعداد المعلمين، بتطوير المعلمين، بتدريب المعلمين، بعدين المدارس والجدران والأدوات الأخرى هذه تأتي فيما بعد. البداية الأولى اللي احنا محتاجين لها هو صناعة معلم ناجح مؤثر فعال ملهم، له خطة، له رؤية، له أهداف يبي يحققها، والمعلم في النهاية هو عنده رسالة عظيمة يبي يعني يعطيها ويخدم هذه الرسالة. لما أنت تدربه وتطوره وتهتم به ماديا ومعنويا حيكون العطاء متاعه مبدع، حيكون عطاءه إيجابي، حيكون عطاءه مدهش وكبير. لكن لما أنت تحقره وتهمشه وما تعطيش دورة تدريبية وما تعطيش تطوير وما تهتمش به، فهو حيكون العطاء متاعه أقل من قليل. نعم. خلاصة يجب الآن الاهتمام بتطوير المعلمين. خطوة أولى نهتم بتطوير المعلمين. الفئة الأولى اللي هي غير متخصصة نعطوها دورات حتى يصبحوا متخصصين، قصيرة طويلة. أحيانا الدورة التدريبية ستفيتوري راح تكون يوم واحد بس لإكساب مهارة أو اثنين فقط. ربما نعطوك احنا دورة لفن التعامل مع التلاميذ، نعطوك مهارة في فن العرض والإلقاء كيف تقدم درس، مرات نعطوك دورة كيف تضع خطة بتاعت درس ناجحة مؤثرة ومشوقة. مرات تكتسب مهارة أنت في دورة لمدة يوم واحد، ربما في أسبوع تكتسب 5-6 مهارات. لو أنت تتحصل في كل دورة على مجموعة من المهارات الجديدة في فترة وجيزة حتصبح معلم بسم الله ما شاء الله. نعم.